ملفنا الأخير إذن مشاهدينا الكرام هو ملف إقليمي والمتعلق بالعمل إطلاق النار اللي كان على أثناء موكب وعرض عسكري في الأهواز بإيران، أسفر عن عشرات القتلى. وإيران كان هنالك اتهامات مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، ثم حديث عن أيضا دور إماراتي سعودي في هذا الموضوع، ردود فعل كبيرة وتهديدات إيرانية بالرد المناسب. نريد أن نغوص أكثر بالتفاصيل، واسمحوا لنا الحديث عن هذا الموضوع بكل تأكيد. أن نرحب بالخبير بالشأن الإيراني دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، مساء الخير. مساء الخير أستاذ إيناس. تحياتنا دكتور. يعني حابين نسمع رأيك وتحليلك كل المعتاد، شو رأيك باللي صار بالأهواز؟ داعش تبنت العملية واتهامات كانت دولتين صاروا أربع دول منهم دول خليجية، ما تحليلك دكتور؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن هنالك ثابت ومؤكد، أنا الثابت هو أن هذه العملية قد تمت. نعم. وهنالك جهتين قد أعلنتا أنهم قد تبنتا هذه العملية، جبهة في الأهواز وأيضا تنظيم داعش. أنا أعتقد أنه ربما أنه هنالك مسؤولية باتت شبه مؤكدة لتنظيم داعش والذي تولى هذه العملية، خاصة بعد أن أعلن عن فيديو تسجيلي للذين قاموا بهذه العملية قبل ساعات محدودة من القيام بها. في واقع الأمر المؤكد الأول أن هذه العملية قد أثبتت وجود خرق أمني كبير لدى جهاز الأمن الإيراني. نحن نتحدث عن عرض عسكري تم اختراقه، تم إطلاق النار. طبعا الضحايا كانوا هم من الحرس الثوري الإيراني، وهذا في رمزية كبيرة، خاصة أن هذا الحرس هو الذي يتولى ملفات الداخل الإيراني في قمع الاحتجاجات، في مواجهة المعارضين، في تصفيتهم. وأيضا هنالك دور مهم للحرس الثوري من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، من خلال الحريق الإقليمي، وموجود الباسداران في المنطقة بدءا من العراق، سوريا، اليمن وغير ولبنان غير ذلك. لمحتجين تم طرحها في إيران، انتقدت السلوك الإيراني العبثي هذا الذي أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي في إيران، وجزء كبير منه يتولى الحرس الثوري الإيراني من خلال سيطرته على، حتى ليس فقط على القرار السياسي والأمني، بل على القرار الاقتصادي من خلال مؤسسة خاتم الأنبياء التي تعتبر الجناح الاقتصادي للحرس الثوري، والتي يندرج تحت مظلتها 853 شركة بقطاعات مهمة في اقتصادية، في النفط، في الغاز، في الاتصالات، في البنية التحتية، في المشاريع، في استيراد السلع الأساسية، الأدوية، غير ذلك من هذه الأمور. طبعا هنالك رمزية أخرى فيما يتعلق برمزية التوقيت لهذه العملية. إيران تمر بظروف دولية وإقليمية حساسة، خاصة مع تصاعد وتيرة دعني أسميه العقوبات الدولية. يعني نحن نتحدث عن وجبتين من العقوبات، الوجبة الأولى كانت في 4 أغسطس من هذا العام، وهنالك وجبة أخرى قادمة في 4 نوفمبر قبل نهاية هذا العام. سوف تكون هذه العقوبات هي عقوبات أشد من العقوبات السابقة، سوف تسعى إلى التضييق على إيران في مجال تصدير النفط، وصولا إلى تصدير النفط الإيراني كما أعلن عن ذلك الرئيس الأمريكي ترامب. ثم هنالك عقوبات أخرى عديدة سوف تطال قطاعات مهمة مثل القطاع الموانئ، قطاع محاصرة الموانئ وتصدير إيران، بالإضافة إلى شركة الطيران الإيرانية على اعتبار أنها الراعي الرسمي لنقل المرتزقة والميليشيات والأسلحة إلى مداخل الأزمات. بالإضافة إلى ذلك نحن نشهد ظروف اقتصادية غير مسبوقة من خلال رحلة السقوط الحر للتومن الإيراني. نحن عم نتحدث اليوم الدولار بات يساوي أكثر من 14,000 تومن، نتحدث عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، نتحدث عن 35 مليون إيراني يعانون من شح في المياه، نتحدث عن 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي. وبالتالي أيضا هناك رمزية، عدا عن التوقيت هناك رمزية أخرى فيما يتعلق بظروف إيران مع الدول التي تشترك فيها بجبرية جغرافية، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، المنخرطتان في مواجهة الحركة الحوثية من خلال التحالف العربي، ووجهوا ضربات قاسمة للحركة الحوثية التي كانت طبعا الأزمة اليمنية تشكل ورقة مهمة من أوراق الضغط الإيرانية. في واقع الأمر أيضا هنالك أيضا رمزية أخرى فيما يتعلق ب رمزية التطورات الخاصة فيما بعد هذه الضربة، خاصة أن هذه الضربة ربما قد توظفها إيران
لأهدافها، صحيح أنها استهدفت الأمن الإيراني واستهدفت نقطة مهمة فيما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني من خلال ما يعرف ب دعني أسميه ينال بتأثير على الرئيس الروحاني ومحاولة الإساءة إلى سلطته في السيطرة على مقاليد الأمور الأمنية وإظهاره بمظهر الضعيف، خاصة أن هنالك تحول خطير الآن يتم في إيران من خلال تحول دراماتيكي للسلطة، المرشد أنبعاني الآن من سرطان البروستات في مراحله الأخيرة، هنالك ربما تداول للسلطة يتم من خلال تداول بعض الأسماء لكن مع استبعاد شخصيات مثل الرئيس روحاني الذي من مصلحة التيار المتشدد إظهاره بمظهر الضعيف في هذا التوقيت بالذات. الآن نحن عم نتحدث أيضا عن نقطة مهمة ومحورية فيما يتعلق بكيفية توظيف النظام لهذه العملية العسكرية التي تمت. ربما الرئيس روحاني الآن هو متجه إلى الأمم المتحدة، هو بحاجة إلى أن يحمل ملف أمام المجتمع الدولي وأن يعرضوا أن إيران باتت دولة مستهدفة من جانب الإرهاب، وهي ليست دولة إرهابية كما تحاول أن تروج لذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول تعديل الاتفاق النووي بما ينسجم مع ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول وقف إيران بدعم الإرهاب وضرورة انسحابها من خلال مداخل الأزمات الإقليمية بدعم العراق بسوريا باليمن. الأمر الثاني التركيز على موضوع ملف حقوق الإنسان وانتهاكات إيران المتكرر لهذا الموضوع، خاصة أن إيران باتت تتصدر أولى الدول التي تقوم بعمليات إعدام جماعي تفوقت على كوريا الشمالية والصين بامتياز. الجانب الآخر هو أن هنالك ضغوط أيضا فيما يتعلق بتسريع وتيرة إيران لبرنامجها الصاروخي الذي يتم إرساله إلى منظمات تعتبر حسب الفهم الأمريكي والفهم الإقليمي هي منظمات إرهابية، لا سيما حزب الله والحركة الحوثية التي بدأت بتوجيه صواريخها إلى العمق السعودي من خلال توجيه أكثر من 176 صاروخ إلى الأراضي السعودية. جل هذه الصواريخ سقط واستهدف مناطق مدنية وآهلة بالسكان. بما زال ذلك إيران سوف توظف هذا الملف ليس فقط لأغراض دولية أيضا لأغراض داخلية، سوف تسعى إلى ما يعرف بتحجيم المعارضة الداخلية والضرب بيد من حديد بكل التنظيمات والحركات ليست المعارضة بل الشعبية السلمية، خاصة أن هنالك حركات احتجاج غير مسبوقة في إيران بدأت في شهر ديسمبر من نهاية العام الماضي وهي لغاية الآن مستمرة، لكن مع فعد وتيرة الاحتجاجات خاصة أن نحن مقبلون على مرحلة جديدة من العقوبات. الآن هناك توقع باشتعال الوضع الداخلي الإيراني في ظل التشاحن غير المسبوق بين التيار المحافظ والإصلاحي. كما تعلم ينال أنه تم إقصاء وزيرين من حكومة الرئيس روحاني، وزير العمل ووزير الاقتصاد، تم إقصاء أيضا مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني لثون العملات والزج به بالسجن. هنالك تهديد من مدعي عام طهران أيضا باعتقال وزراء في حال ثبوت عملية الفساد. هنالك أيضا تهديدات لروحاني وهدد الرئيس روحاني نفسه من انقلاب من حكومة عسكرية قادمة في إيران، وهذا ما تحدث عنه بشكل واضح مدعي عام طهران. وحتى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء محاضرة له في غرفة الصناعة والتجارة في طهران حذر من أن الرئيس روحاني بات يواجه خطرين، خطر متطرفين في الداخل الذين يسعون إلى الإطاحة به، وهؤلاء لن يكون لديهم القدرة على التفاوض مع الملفات الإقليمية والدولية الحساسة بالنسبة لإيران، وبالإضافة للمتطرفين في الخارج، وأشار إلى ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة. أمام هذه المعطيات يمكن النظر إلى أن ما حدث في إيران يعني يحمل عدة دلالات، يحمل عدة رمزيات، لكن المؤكد المهم أن هذه العملية قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك هشاشة النظام الإيراني وقدرة هذه التنظيمات والخلايا للعبور والوصول إلى أي نقطة. يعني دكتور، ملخص يمكن على آخر التطورات في كل المشهد الإيراني، ولكن سؤال الأخير المباشر برأيك أنت بتحليلك دكتور، من المسؤول عن هذه العملية؟ أنا بعتقد أنه بعد إعلان داعش الآن هي داعش المسؤولة، وما بعتقد أنه في هنالك ربما هنالك مصلحة دولية وإقليمية بزعزعة الأوضاع الداخلية في إيران، لكن الكل يؤمن هنالك عملية إجماع وهذا يشكل قاسم مشترك أكبر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول المنطقة على ترك إيران لمصيرها بذاتها بأن تلقى مصيرها بنفسها، خاصة أن هنالك ظروف غير مسبوقة قد تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. وإيران يعني أخي ينال حتى نكون صريحين هي مقبلة نحو بروسترويكا ومقبلة نحو ربما يعني تفكك غير مسبوق بفعل العامل الاقتصادي الداخلي، وحتى نفس المسؤولين الإيرانيين يحذرون من ذلك. المرشد الثورة تحدث على أن
الفساد بات يشكل أكبر خطر يهدد الوضع الداخلي في إيران، وعزى ما تعاني منه إيران من مشكلات اقتصادية ليس فقط لأسباب خارجية متعلقة بالعقوبات الدولية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بل عزى إلى المتغير الداخلي وسوء إدارة الحكومات الإيرانية. هنالك رسائل تم توجيهها من جانب الرئيس أحمد نجاد، اتهم رموز مهمين في النظام الإيراني وعلى رأسهم خامنئي بعمليات فساد غير مسبوقة، تم تحويل أكثر من 59 مليار دولار إلى الصين وإلى روسيا وإلى بنوك طبعا والهند بهدف تهريبها إلى الخارج. الرئيس محمد خاتمي وجه رسالة إلى المرشد طالبوا فيها بالتدخل لوقف الفساد قبل يعني انهيار النظام الإيراني. يعني أن يكون هناك تفكك داخلي شبيه بتفكك الاتحاد السوفيتي بداخل إيران؟ بالتأكيد بالتأكيد. أبرز نقطة تعاني منه إيران، نحن نتحدث عن انهيار العملة الوطنية، نتحدث عن أيضا الآن هنالك انخفاض في إنتاج النفط الإيراني وتصديره للخارج. نحن عم نتحدث اليوم عن انخفاض وصادرات إيران من النفط بنسبة 350 ألف برميل، هذا قبل أن تبدأ العقوبات في 4 نوفمبر قبل أقل من شهرين من الآن. وبالتالي هنالك دول بدأت تحجم فعليا عن استيراد النفط الإيراني الذي يعتبر يعني الركيزة الحيوية والشريان الأساسي للاقتصاد الإيراني. هنالك انسحاب للشركات الكبرى مثل شركة توتال الفرنسية المعنية بتطوير حقول النفط والغاز في إيران، وأيضا هنالك إحجام حتى من جانب الدول للتعامل المالي مع جانب إيران. إيران فشلت في الحوار مع الدول الاتحاد الأوروبي لمحاولة إنقاذها من هذا الأمر، هي طالبت بمزيد من الاستثمارات من الجانب الأوروبي، طالبت بالتغلب على نظام سويفت كود من خلال التحويل المالي المباشر عن طريق الشحن المباشر بواسطة الطائرات، وهذا ما يرفضه الاتحاد الأوروبي. طالبوا أيضا بتدخل بنك الاستثمار الأوروبي في هذا الأمر لإنقاذ الصفقات التي تم عقدها بين دول الاتحاد الأوروبي الضامن الاتفاق النووي بين إيران. بالتالي إيران يعني لا يوجد أحد تعول عليه حتى دبلوماسية التوجه نحو الشرق من خلال التوسل بالصين وروسيا هي فشلت. وهنا لك المثال العراقي واضح ينال أنه الروس يعني قدموا العراق على طبق من ذهب وتم احتلاله في العام 2003 وباعوا شفرات الصواريخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن في هذه المطاف تدرك روسيا أن مصلحتها القومية العليا تتطلب التوافق مع واشنطن خصوصا في ملفات العلاقات الثنائية وفي مجالات أيضا الحوار حول الملفات الإقليمية. وبالتالي إذا خيرت روسيا روسيا زي ما باعت العراق بتبيع إيران كمان، ما في مشكلة. طبعا بالتأكيد بالتأكيد هذا أمر يعني معروف عن السياسة الروسية، هي أقرب إلى سياسة المافيا. دائما تتحفنا هيك بهذه المعلومات اللي صعب الواحد يوصلها من مصادرها، وأنت تملك هذه المصادر. كل الشكر والاحترام لك دكتور نبيل عتوم الخبير جدا في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا. وبأخبار الشأن الإيراني سنختم حلقتنا، ولكن قبل الختام بس تنويه، لأنه ذكرنا خلال سياق الحلقة بعض المعلومات واستجد عليها، فعشان تكون مؤكدة حكينا يمكن عن موضوع قانون ضريبة الدخل أنه راح يروح للدورة العادية، لا الآن صدرت إرادة ملكية في ساعات المساء يعني عن إدراج مجموعة جديدة من القوانين على الدورة الاستثنائية الحالية، وبالتالي متوقع أن تتأخر الدورة العادية، يتم تأجيلها. وهذه القوانين هي القوانين المهمة، قانون أو مشروع قانون ضريبة الدخل، وقانون أيضا مشروع المعدل لقانون كسب غير المشروع، بالإضافة للقانون المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، وبالإضافة لقانون أيضا ضمان حق الحصول على المعلومات، والقانون الخطير اللي هو قانون الجرائم الإلكترونية. هذه القوانين أدرجت على الدورة الاستثنائية، وبالتالي سيتم تمديد الدورة الاستثنائية لمناقشتها كلها، وعلى رأس قانون ضريبة الدخل. وبالتالي الدورة العادية أصبحت يعني متوقع أن يتم تأجيلها عن موعدها الدستوري ضمن الدستور. الملك يملك هذه الصلاحية. وصلنا إذن الختام، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.